شكرا كلارا. مشاهدينا وستويرا، قبل ما نبدا الحوار معك رح ننتقل الى كورنيش النهر مع زميلتي هيفا زعيتر للاطلاع منها على اجواء فتح او اقفال الطريق بكورنيش النهر. هيفا. نعم نانسي. هيفا صباح الخير، هل فعلا تم إعادة فتح الطريق على كورنيش النهر او لا؟ نانسي، في الواقع بعدما قطع مرة أولى وأعيد فتح الطريق بعد تدخل القوى الأمنية وما قيل عن مرور موكب رئيس الحكومة تمام سلام وبغية إيصال الصوت عندما يمر، أعيد إقفال الطريق مرة أخرى وهو في هذه الأثناء مقطوع من المسلكين، وذلك بحسب المياومين الذين يقولون بأن هم يودون أن يعيش الرئيس سلام تجربة الوقوف في زحمة السير واختبار تجربة الطرقات المقطوعة من هنا، لأنه كان يفترض أن يمر عند هذا الأوتوستراد، ولذلك فإن الأوتوستراد من المسلكين ما زال مقطوعا في هذه الأثناء. ينتظر المياومون، يعني بحسب ما يقول مسؤولون في اللجنة، هم كانوا قد أرسلوا تعديلات على القانون المعجل المكرر الذي أعده النائب إبراهيم كان عن، وينتظرون أن تصل الإجابة بأن التعديلات سوف يتم الأخذ بها أو أقله تراعى في هذا الموضوع. لنعود بداية فقط إلى سبب هذا الاعتصام، فأن هذا الإضراب المفتوح الذي بدأ والاعتصام هنا أمام مؤسسة كهرباء لبنان، فهو أتى نتيجة ما سمع به المياومون من أن القانون المعجل المكرر الذي أعده النائب إبراهيم كنعان سوف يطرح غدا في الهيئة العامة لمجلس النواب وسوف يتم تمريره، وهو قانون يناقض تماما الاتفاق الذي كان قد وصل إليه المياومون مع النواب والكتل النيابية في تموز من العام 2012، ولذلك فهم يعتبرون أن قانون النائب كنعان مشحفا بحقهم. المياومون هنا يطلبون بشكل أساسي التثبيت، وفي حال الأشخاص الذين لا يشملهم التثبيت أن يحصلوا على التعويضات التي المستحقة لهم، ولكن القانون يقول بأن على المياومون أن يخضعوا لقانون مجلس الخدمة المدنية في التوظيف، وهذا القانون يعني يقضي بملء المراكز الشاغرة وهي فقط 200. يعني نعود ننسي إلى إكمال موضوع القانون، ولكن يبدو أن هناك يعني نوع من التلاسن بين بعض المياومين الذين يقطعون الطريق والقوى المدنية. نعم هيفا. وبذلك يعني كما كنت أقول، فإن المياومين هنا يطلبون العودة إلى اتفاق 2012 وهو يقضي بملء جميع المراكز الشاغرة، ولكن ليس وفق قانون الخدمة المدنية، تحت إشراف مجلس الخدمة المدنية. نعم. مع مراعاة الخبرات المكتسبة. نقطة أخيرة، إلى أن المياومين ينفذون غدا اعتصاما وتظاهرة في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد الهيئة العامة. معي هنا الأستاذ لبنان من لجنة المياومين، رئيس اللجنة، فهو للتعليق فقط على ما قاله النائب إبراهيم كنعان صباحا بأنه ليس الوحيد الذي أعاد القانون، بل الرئيس بري هو من وضع اللبنة الأولى لهذا القانون وقد وقع عليه الكتل النيابية. نعم، بس أستاذ لبنان لو سمحت باختصار، شو رأيك باللي قاله النائب كنعان وموقف الكتل النيابية بعد الاتصالات التي أجريتوها معهم؟ أنا بس بدي أذكر الناس، لأنه يمكن من بعد سنتين نحن رح نصير ناسين والناس أكيد ناسي. إذا بتتذكروا كلكم وقت الاعتصام 96 يوم، المجلس النيابي أقر قانون هو الأمثل لنا بوقتها، بسبب الخلاف السياسي اللي حصل بين تكتل التغيير والإصلاح والرئيس بري إذا بدك، أو الإشكال السياسي اللي حصل، اعتبر نهارا كأن الرئيس بري هو عراب هذا القانون وهو الوحيد في لبنان الذي يريد تثبيت المياومين، مع العلم أنه كل الكتل السياسية هي إلى ناس بهالمياومين. هلأ بسبب هذا الخلاف السياسي توقف قانوننا بمجلس النواب، وطلع قانون اقتراح قانون
أنا بعدني مصر هو من النائب إبراهيم كنعان، صحيح زيل بتوقيع النائبين علي بزي وعلي عمار مظبوط، بس كمان نحن لما بنجي نشوف هالضغط اللي مارسوه تكتل التغيير والإصلاح على مدى سنتين كان بسببه رح يخرب البلد إذا بتتذكروا كتير منيح، رح يصير إذا بدك انشقاق سياسي بين حلفاء 8 أدار ببعضهم من وراء قانوننا. طبعا الرئيس بري آخر شيء مش هو الوحيد اللي له ناس بهالميومين. أنتوا شو ناطرين بس؟ أنا بس كمان بدي زيد شغلي إذا بتريدي، أنا أعجب لأمر النائب إبراهيم كنعان اللي بموضوع تثبيت كتاب العدل بيقترح تقييم الكتاب العدل اللي بده يدخل الملاك تقييمهم، مع العلم هو كلهم جماعة متعلمين، ويطلب بذات الوقت إجراء مباراة حسب قوانين مجلس الخدمة لميومين الكهرباء اللي هني حتى المتعلم فيهم صار له بهالمؤسسة 20 سنة يمكن نسي شهادته. بقى أنا بكل بساطة أحلى ما نطول حديثنا لا تفهم الناس، نحن طلبنا واضح جدا، هذا الاقتراح القانون هو مجزرة بحق الميومين، لا بيثبت ولا بيعطي تعويض. نحن حطينا بعض التعديلات اللي هي بتنصفنا، نحن مش عم نطلب المستحيل، نحن عم نقول بدنا حيالله قانون يثبت واللي ما بيحق له مثل ما تفضلتي بالمباراة إجراء المباراة يطلع لهم تعويض عادل. بقى اذا هالطلب صعب كتير ما بعرف يعني تعديلات، يعني هلا بعهده مين هلا التعديلات؟ نحن من امبارح واليوم وصلنا كل التعديلات اللي حطيناها على الاقتراح، وبعتقد انا على ما اظن وصلت لغالبيه الكتل النيابيه. نحن طلبنا بسيط، نحن بنتمنى على هالكتل لما بكره بدها تناقش قانوننا تاخذ بعين الاعتبار التعديلات. هلا نحن عم نقفل طرقات، وانا كل مره بعتذر ومن القلب بعتذر، لا هدفنا نسكر ولا نحرق، بس بالمقابل بدنا الناس يعذرونا يتحملونا شوي. انا هلا بالاذن اجاني جواب مش مطمئن ولكن بيفتح ثغره بالحيط المسدود. بعد كرمال هيك عبر شاشتكم بدي ادعي لفتح الطريق لانه عن جد بكفيها الناس، وبنعتذر من كل الناس. نعم ننسي، يعني كما استمعنا هناك دعوه لفتح الطريق، وبانتظار يعني ان يفتح الطريق نبقى هنا يعني لموافاتكم بكل جديد، واستعدادا للاعتصام الذي سينفذ غدا في ساحات رياض الصلح. نعم ننسي. نعم هيفا، طبعا سنعود اليك مع ورود اي جديد، وايضا ننتقل الى بعبدا حيث بدا اقطاب الحوار بالتوافد الى قصر بعبدا مع زميله كريستين حبيب. كريستين صباح الخير. صباح النور نانسي. نعم كريستين تفضلي، كنت اشرت سابقا الى ان اول الواصلين هو النائب اجو باغرادونيا، كيف هي اجواء اليوم هيئه طاوله الحوار؟ صحيح نانسي، أنا أجوب باغرادونيان كان أول الواصلين ولم يصل بعده حتى الساعة أحد من أقطاب طاولة الحوار، البعض يسميه ميني حوار بسبب المقاطعة الكثيفة، والبعض الآخر يسميه جلسة تشاورية أو لقاء تشاوري سوف يبحث بأهم الملفات المطروحة حاليا، سوف يبتعد عن بحث الموضوع الأساسي وهو الاستراتيجية الدفاعية التي سبق وطرحها الرئيس ميشيل سليمان بتصوره في العام 2012، وسيبحث في الملفات الآنية الاستحقاق الرئاسي تحديدا والأوضاع الأمنية. أبرز المقاطعين كما بات معلوما حزب الله، أي النائب محمد رعد، النائب سليمان فرنجية، النائب أسعد حردان عن الحزب القومي الاجتماعي، وأيضا النائب طلال أرسلان والدكتور سمير جعجع. طبعا تختلف أسباب المقاطعة بين الدكتور سمير جعجع والأفريقة الآخرين، أما أبرز الحضور فهم الرئيس نبيه بري، النائب وليد جنبلاط، العماد ميشيل عون، وأيضا الرئيس أمين الجميل والرئيس فؤاد السنيورة، إلى النائب فريد مكاري والنائب ميشيل فرعون والنائب ميشيل المر، أيضا جان أوغا سابيان وأجو باغرادونيان وفايز الحاج شاهين. من المفترض أن يصل هؤلاء توالي تتاليا، وأيضا إلى الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصل في هذه الأثناء على ما يبدو. إذن الرئيس نجيب ميقاتي هو ثاني الواصلين إلى قصر بعبدة للمشاركة في طاولة الحوار. من المفترض وبحسب المعلومات أن تبدأ الجلسة بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، هي طبعا من وحي كلمة الأمس في جبيل، والتي تمنى فيها على جميع أقطاب طاولة الحوار أن يشاركوا في هذه الجلسة. والرئيس ميقاتي في هذه الأثناء دخل إلى مكتب رئيس الجمهورية لعقد لقاء ثنائي إذن بين الرئيسين سليمان والرئيس نجيب ميقاتي.
وبحسب المعلومات نانسي أيضا فإن هذه الجلسة اليوم لن تستغرق وقتا طويلا، ومن المفترض أن يكون بعدها هناك بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في القصر الجمهوري. يعني ليس من المفترض أن تطول جلسة اليوم أكثر من ساعة من الوقت. نانسي كريستين، الرئيس تمام سلام هل هو سيحضر، يعني هل سيحضر طاولة الحوار؟ هل هو مدعو أساسا؟ الرئيس تمام سلام يعني لم يكن في السابق قطب من أقطاب طاولة الحوار إذا جاز التعبير، وبالتالي ليس من المفترض أن يكون حاضرا على هذه الطاولة إلا في حال كان هناك وضع استثنائي استدعى دعوة رئيس الحكومة. ولكن لابد من الإشارة إلى أن هناك جلسة لمجلس الوزراء اليوم بعد الظهر في قصر بعبدة برئاسة الرئيس ميشيل سليمان عند 5، وحضور الرئيس تمام سلام إلى جانبه. نعم الزميلة كريستين حبيب طبعا ستوافينا بكل جديد من قصر بعبدة. شكرا جزيلا لك كريستين. من وين نبلش؟ من الميومين ولا من قصر بعبدة ولا من الأزمات اللي فعلا رح تكون مطلبية بهذا صحيح. الأسبوع نبدأ من الميومين. أنتم كفريق سياسي، يعني قال لبنان مخول كلهم إلهم بالميومين، كل الفرقاء السياسيين عندهم ناس فعلا موجودين من ضمن جبهة الإكراء. أنتم كفريق سياسي شو موقفكم الواضح من هذا الموضوع؟ لك حقيقة ننسي يعني هو الحمد لله يكون في لكل الأفرقاء ناس بالميومين لحتى هالصرخة تاخد مداها وما تتقزم على حجم لنقول فريق سياسي، لأنه مثل ما كمان لفت لبنان بحديثه إلى أنه بفترة من الفترات كان في إيحاء بشكل أو بآخر أنه الميومين بخصوا فريق سياسي معين أو شخصية سياسية معينة، الرئيس بري تحديدا. فبالتالي هو لبنان إذا بدك فقد حيويته السياسية المطلبية لما انزلقت المطالب لحتى تكون أنه مطلبيا تعني فريق سياسي دون الفريق الآخر. حتى الحياة السياسية فقدت وزنها لما كمان الحركات الطالبية انزلقت إلى الالتزام بفريق سياسي أو بتيار أو بحزب. فبالنهاية هيدا وجع كل الناس وهيدا هم كل الناس. لما نحن نرجع نرتقي بطبيعة معالجة أي أمر إلى أنه هيدا الأمر بيعني كل الناس، على الأقل منكون بالأمور الداخلية ما عنا حجة الارتباطات أو التأثر بالمشهد الخارجي. أنتوا اليوم وين؟ اليوم عم تتوجه السهام أنه النائب إبراهيم كنعان هو راعي التعديلات التي طرأت على المشروع وغيرته من المشروع الموافق عليه سابقا إلى مشروع اليوم يستهدف بحسب ما يقول. لكن طالما نحن اليوم مع ما يسمى بحكومة المصلحة الوطنية وإعادة يعني الحياة ولو بشكل نسبي إلى المجلس النيابي، إذن هناك موضوع تشريعي. بعتقد هيدي الصرخة اليوم محقة في جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر، لازم تكون على جدول الأعمال موضوع الميومين بدل كتير من البنود اللي ممكن تحمل بعض التأجيلات. فبالتالي ما بيجي الوجع من فراغ، وكمان الدولة بمطرح معين بدها توازن ما بين قدرتها على تنفيذ المطالب بالحد الأدنى وحفظ حقوق العمال يعني بالجهة المقابلة. أيضا بالانتقال إلى المحور الآخر اللي هو اليوم أساسي مفروض يكون الحوار اليوم، يعني كنا عم نحكي بالحيوية هلأ بدنا نحكي بالخشبية. الحوار هو الحوار خشب، عرفت بمطرح معين. ليش خشب؟ لأنه بقيادة الرئيس ميشيل سليمان. إذا بدنا نحكي أنت بتعرفي كل شيء بالبلد، مش بس بالبلد يعني بالمفهوم السياسي كل شيء مرتبط بتوقيته. اليوم كان عم بيصرخ الميومين من شوي انه موضوع من 2012، فانا هيك ضحكت بيني وبين نفسي انه كل الامور تقريبا معلقه من 2012، واخر طاوله للحوار كمان كانت بال 2012، وكان عنوانها الاساس اذا بنتذكر كلنا موضوع الاستراتيجيه الدفاعيه، وفرطت الطاوله على خلفيه الذين خرقوا العنوان وضربوا جوهر الموضوع وبالتالي ضربوا الحوار. لنرجع اليوم نحن على بعد أسابيع من انتخاب رئيس جديد بالمفهوم الدستوري، علما أنه فخامة الرئيس سليمان حتى دستوريا اليوم صار بالمرحلة الانتقالية، يعني لم يعد الرئيس بالصلاحيات المطلوبة. فعلى شو استدعي أو دعا إلى طاولة الحوار؟
علما انه طاوله الحوار كمان بس ست فيرا بالاذن يبدو وصل وزير العمل سيزعجان قصدي الى نهر الى كورنيش النهر حيث يقطع المياومون الطريق مكان المفروض يقطع الطريق المفروض يكون في حل بلال بس مرقني يا فوت معالي الوزير بدنا حق اولادنا بدنا حق اولادنا نحن جميعا ربنا مع الشركات نحن سيد حدا نحن روحوا يا اخوان لا اكثر ولا اقل بس يا شباب يا شباب خلص ثاني صوروا صوروا برجي راسي من هون معلك سؤال يعني حضرتك نزلت اليوم هل اول شيء شو عرفت من الشباب مطالبهم هل استمعت لمطالبهم معلك نحن مباشر على يا شباب الوضع والله نحن مش تبعوا الكاميرات شباب علي الوزير هيدا القانون اللي مقترح على جدول الاعمال يا معالي الوزير كلمه وقفت البيان الوزاري يا معالي الوزير بالبيان هون لملء المراكز الشاغره في ملاك مؤسسه كهرباء لبنان انا لا نوسع الحلقه يا ابدار هيدي حقوق وري طلعني طلعوني طلعوني يا اخوان هلا افتحها وسعوها انا حبيت انزل على الشارع مع شباب المياومين لحظه لحظه شباب حسوني بنقول يا احمد انا حبيت انزل على الشارع الوزير عم يحكي روح شوي انا حبيت اجي التقي بالشباب والشابات المياومين يلي اليوم عندهم قضيه عم يطرحوها ولو ما عندهم وجع ما كانوا نزلوا على الشارع هالوجع هيدا لازم نعالجه أنا سبق أني التقيتهم كلهم حتى لا نلاقي طريقة هادئة وسياسية تعطيهم حقوقهم وبدأت نتيجة اتصالي معهم واجتماعي معهم وموافقتهم اجري اتصالات بشركة كهرباء لبنان بوزارة الطاقة ومع الشركات يلي عم بيشتغلوا فيها ويلي ما عم بتثبتهم بسبب صراعات بين الشركات والوزارة وشركة الكهرباء نحن اليوم هالأمور هيدي في جزء منها أمام مجلس النواب ونتمنى على مجلس النواب أنه يدرس هالقضايا انطلاقا من الحالة الإنسانية والاجتماعية مع أخذ بعين الاعتبار القوانين المرعية الإجراء إذن ما لازم الشارع يكون مسيب وصائط وننزل عليه ساعة اللي بدنا ولكن لازم تعطى الحقوق للعمال أكانوا مياومين أو غير مياومين حتى لا ما ينزلوا إلى الشارع من هون نتمنى على المجلس النيابي اليوم يلي بده ينعقد قريبا أنه يعالج هالموضوع بما يستحق من اهتمام وعناية يا شباب أنا بتمنى عليكم إن بعد يمكن أول وزير بيجي ينزل معكم على الطريق بتمنى معاليك سؤال شو رح حضرتك شو الاتصالات اللي رح تقوم فيها لحتى تساعدهم نعم 100% بقى أنا بتمنى إنه اليوم نتيجة هالحوار الإيجابي والصادق والشفاف يلي موجود بينكم وبيني وبين وزارة العمل إنه نفض هالاعتصام وإذا ما صارت الأمور مثل ما لازم تصير كل حادث له حدي هل في اتصالات رح تجري؟ بالتعديلات يلي أنتوا عطينا مش المياومين طالبين رح نعمل اتصالات لإجراء اللازم نحن بدنا نقول بحضور معالي الوزير نحن تشريف معالي الوزير فتحنا الأوتوستراد لأنه وقف حدنا معالي الوزير نحن مش من شيمنا نقطع الطرقات
بس للأسف هيدي تربية البيت السياسي بهالبلد يلي كل وزير كل نائب مع احترامنا لحضرتك وللكل هن علمونا وربونا بس بدهم يحافظوا على كرستهم ينزلونا على الشارع. هالمرة نحن نازلين بالعكس، نازلين كرمال نطلب بحقنا بديمومة عملنا بعدم الاغتراب بعدم الهجرة من هالبلد. نازلين عم نطالب بتوظيف أوسع شريحة ممكنة من العمال المياومين. القانون اللي موجود على جدول الأعمال بنتمنى من حضرتك يا معالي الوزير ما ينسحب عن جدول الأعمال، يضاف له التعديلات اللي بترضي وزارة العمل واللي بترضي المواطن اللبناني واللي بترضينا. أملنا كبير بحضرتك يا معالي الوزير وبكل المعنيين وكل السياسيين اللي عم بيحاولوا يشتغلوا ويساعدونا واللي عم بيحاولوا يوصلوا التعديلات. نتمنى على الجميع بحضور معالي الوزير من سياسيين نيابيين من كل الأطياف في هالبلد ساعدونا على تلقيح المشروع المقدم على جدول الأعمال بتلقيحه ببعض التعديلات اللي بترضينا مش أكتر من هيك، بما فيها ذكر كافة المديريات مباريات محصورة بحسب بإشراف مجلس الخدمة المدنية مع الحفظ بالتعويضات للي ما يلي ما بتسنح له الفرصة أو قانون العمل ما بنص على أنه يكون معنا. معالي الوزير حضرتك صار بإيدك التعديلات اللي طالبينها، شو رح تعمل؟ إذا بتريد خليني أنا بحضور معالي الوزير. أولا أنا بدي أكد على اللي تفضل فيه معالي الوزير، أول شخص استقبلنا. ثانيا من لما بلش طرح القانون مش اقتراح القانون وقبل ما تحدد جلسة لمجلس النواب بعت مستشاره، ما بدي أخفي سر من الأساس، بعت مستشاره اتصل فيي وبلشنا نتعاون نحن ومستشاره على وضع إذا بدك أو قانون جديد أو تعديلات أو اقتراحات. إذا نكتفي بهذا القدر بعد أن فتحت الطريق ونجحت المساعي الحمد لله. ست فيرا يعني حتى نزلت الوزير يعني بالفعل يعني يثنى عليها لحتى يشعر الميوم أنه يعني متابع الرسمي وإن شاء الله يوصلوا للنتيجة فعلا. أنه الوزير سجعان قصدي من أو يعني أول وزير بينزل فعلا دغري يعني على الأرض لك يعني يثنى على هذه الخطوة على أمل أنه تترجم يعني بما يرضي الجميع وتحديدا الميومين. أيضا ننتقل إلى الحوار. يلا كنت حضرتك عم تقولي إنه نحن اليوم يعني هذه يعني كلنا إذا بدك عم نذكر إنه بال 2012 كانت آخر مرة عقد الحوار تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية وضرب جوهر الحوار لما حاولوا بعض الأفرقاء التذاكي على العنوان والولوج إلى موضوع سلاح المقاومة أو المعروف المتداول بسلاح حزب الله وما عاد في حوار. إنه شو عاد ما بدا اليوم من تقريبا من 3-4 أيام يعني ب 25 أدار فينا نقول انتهى العهد بالمعنى الرسمي لحتى يجي فخامة الرئيس ويدعي إلى طاولة حوار. يعني أنتوا اليوم موقفكم هو من العنوان استراتيجية دفاعية ولا من الداعي من رئيس الجمهورية؟ ما عم بقول لك الأشياء بتلحق بعضها نانسي، يعني ليش ما استكمل الحوار أو استؤنف أو أخذ جديته أو سلك المسلك الطبيعي لإله من 2012؟ شو هالصحوة هلأ؟ لأنه صار في حكومة تصريف أعمال ودخلت البلاد بالأسماك. إيه مزبوط، أنت اليوم وصلت إلى إنجاز إذا فينا نقول وهو تشكيل حكومة المصلحة الوطنية. يعني إذن راحت الأمور لتسلك من داخل المؤسسات الدستورية، إذن أنت عم بتحاولي بطريقة أو بأخرى ضرب الحكومة حكومة المصلحة الوطنية وبارلل ما عليها عم تعملي طاولة حوار انه معظم بس في رأيهم بيقول بالعكس انه بدل ما تكون كل البنود الخلافية تعرق للعمل الحكومي وما يتضمن من عمل بيسر امور الناس انه خلوا الموضوع ضيع الخلافية لطاولة حوار تماماً هيك. وهذا تماماً. ما يجري يعني تماماً. هيدا بيجوز الحكي بالمهلي يعني إذا بدك بالزمن الدستوري لفخامة الرئيس وبيجوز هذا الكلام أكثر لو كان بالفعل اعتمد الرئيس سليمان إنه هو الرئيس الذي يجمع الكل وما صنف حاله طرف بل إذا بدك تقدم بالموقع السياسي وبالخطاب السياسي لحتى يكون طرف هالقد واضح وصريح. فهذا ساعتها هون ما بيجوز الكلام بطاولة حوار فقدت معناها من قبل ما بتبدأ وفقدت جدواها بتوقيتها وبزمانها بآخر عهد الرئيس سليمان وخارج إذا بدك كمان الزمن الدستوري اللي بأكد أنه هو لا يزال رئيسا فاعلا للجمهورية. يعني اليوم أنت عم تتعاطوا أنه رئيس سليمان صار رئيس سابق؟
لا مش رئيس سابق، رئيس عم بهيئ للرئيس اللي جاي، ما في مرحلة طبعا بهيئ له بطاولة حوار بإجماع لبناني. البعض يقول بالعكس أنه هو كما بدأ عهده بطاولة الحوار يريد أن ينهي هذا العهد بلم شمل اللبنانيين. إذا بتنتبه بدأ عهده بطاولة الذهب وفق المعادلة الذهبية اللي وصلته إلى سدة الرئاسة، وعم بيحاول ينهي عهده بالطاولة الخشب على أساس المعادلة الخشبية اللي طرحها آملا ربما بالتمديد من بوابة أنه هيدي المعادلة الذهبية بالمشهد الإقليمي والدولي فقدت بريئة الذهبي اللي نحن بالنسبة لنا هذا الذهب هو اللي خلى الرئيس سليمان وخلينا كلنا من دون تمييز باقيين وعم نتنفس وعايشين بهيدا البلد تبعا لهذه المعادلة الذهبية. فمشان هيك أنا عم بقلك اليوم بالتوقيت وبالمضمون، ومش بس نحن كطرف وحيد عم بنقول اليوم، إذا بتنتبهي أنه كريستين بعدها عم تنتظر بملل وصول الأقطاب وراء بعضهم، لأنه أكثر من النص تقريبا بما يجعل الطاولة فقدت نصابها من قبل ما تنعقد. فبالتالي يعني هذا بيأكد اللي عم نقوله أنه طاولة، بس أنتم موقفكم مش نتيجة آخر تصريح لرئيس سليمان وإسقاطه المعادلة الثلاثية وعطاء صفة أنه من المعادلات الخشبية، أنتم قبل قطعتوا طاولة الحوار مزبوط. كان موقفكم نتيجة مواقف الرئيس سليمان من سوريا تحديدا؟ لا مش من سوريا، إذا بدك نتيجة تحول الرئيس سليمان من رئيس توافقي كان لنا نحن الفضل بشكل أو بآخر بوصوله إلى سدة الرئاسة، خرج الرئيس سليمان من توافقيته، انقلب على خطاب القسم، فبالتالي لابد ما أنه نحن نرجع كفريق سياسي منسجمين مع قناعتنا مع مبادئنا مع خطابنا مع ناسنا ومع مصداقيتنا، أنه يكون في موقف واضح وصريح بالتعاطي مع رئيس انقلب على خطابه خطاب القسم على إذا بدك كل البيانات الوزارية السابقة. فطبعا بده يلاقي فريق سياسي معين مش مضطر هالقد يدور الزوايا، دايما هو واضح، دايما بيمارس مصداقيته، انه ياخذ الموقف اللازم. لو كنا على خطأ كان تبين خطأنا ونحن براغماتيين وبنرجع نعرف كيف نتراجع عن هذا الخطأ، ولكن تبين للأسف ويا ريت ما صحت توقعاتنا انه كنا على صواب. طيب اليوم لو حزب الله لم ياخذ هذا الموقف بمقاطعه طاوله نعم. الحوار، انتم رح تبقوا على موقفكم بالمقاطعه؟ يعني انتم اعلنتوا سابقا نانسي، انت من المتابعات بعتقد اول حدا قال اول من اعلن غير ذاهبين الى طاوله الحوار قبل حزب الله نحن. فبالتالي ما لازم يعني اذا كنا على ذات الموجه وكنا على ذات الخط وعندنا الرؤيه الاستراتيجيه الواحده من الداخل الى الخارج، انا بعتقد هيدا بيغني التحالف ولا يعيب على احدنا انه ماشي مع الاخر. بس البعض يقول انه مجددا يظهر الانقسام في 8 اذار حول الاساسيات، يعني اليوم مقاطعه حزب الله والمردة وحتى الوزير طلال ارسلان والحزب القومي كلها في اطار بانه من يمس المقاومه كانه يمس كل الوطن، بينما حلفائكم الأساسيين إن كان تكتل تغيير والإصلاح بالتكتل التيار الوطني الحر أو الرئيس نبيه بري بعدهم ذاهبين إلى طاولة الحوار، هل هن أقل حرصا على المقاومة منكم؟ كذا مرة قايل الجنرال والتيار الوطني الحر اللي هن الحليف الأساسي لإلنا أنه هني مش 8 أدار، فما فيك تذكريهم من ضمن إذا بدك مكونات 8 أدار، لا رئيس بري. من ضمن الفريق السياسي الذي يضم حلفاء. الرئيس نبيه بري معروف أنه حينما يتعلق الأمر بالمقاومة رئيس حركة أمل أول المقاومين، ولكن الرئيس نبيه بري الذي أخذ على عاتقه من بداية الأزمة لليوم إمكانية اعتماد المروني من منطلق موقعه كرئيس لمجلس النواب، فبالتالي يعني ما بدها كتير تفسير. رئيس نبيه بري اليوم على طاولة الحوار كرئيس لمجلس النواب، وهذا اللي بيبرر حضوره. أما العماد عون فالجنرال معروف أنه اعتمد إذا بدك سياسة الوصل والانفتاح بين مزدوجين بالفترة الأخيرة، مما خلينا جميعا نتوقع أنه يكون مشارك بطاولة الحوار، علما أنه بالطاولات السابقة إذا بدك أو الحوارات السابقة كان الأول إلى المقاطعة وعدم المشاركة في فترة فلكل ظروف، إذا يعني كل ظروف بترسم قرار أحدنا، ولكن المهم أننا فريق متماسك
بالوجع الواحد، بالرؤية الاستراتيجية الواحدة، بالإيمان بالمقاومة من حيث شرعيتها ومشروعيتها وصولا إلى المرجو. طيب اليوم البعض بيقول إنه هيدا هذا التعاطي، يعني اليوم هل يقبل الوزير لحد الساعة سليمان فرنجية أن يتم التعاطي معه في المستقبل إذا ما أصبح رئيسا للجمهورية كما يتعاطى هو اليوم مع الرئيس سليمان لمجرد أنه أخذ موقف؟ يعني اليوم موقف الوزير فرنجية معروف، بيقبل أنه بكرة الأفريقاء بالمستقبل يقولوا له أنت وموقفك معروف نحن ما بدنا نتعاطى معك وبصير تجربة جديدة من صحيح. كالرئيس أمين لحود، أنا بدي أقول لك شغلة، كل شخصية بترسم مسار تعاطية مع الآخر. يعني إذا بناخد سليمان فرنجية بمعزل عن الموقع، الكل يؤكد أن خصومه يحترمون إذا بدك واقعيته وتمسكه بقناعاته بمبادئه المقرونة بالمرونة قبل حلفائه. فكل شخصية هي بيبقى عندها القدرة ربما أو الموهبة على التعاطي المختلف مع كل الأفرقاء اللبنانيين. سليمان فرنجية إذا وصل إلى سدة الرئاسة أم لم يصل أو أي إلى أي موقع، يعرف الآخر كيفية التعاطي معه لأنه جاي من موقف واضح وصريح. التعاطي بصير ملتبس حينما تكون الشخصية ملتبسة أو متقلبة أو يعني مسيرة وفق الظروف بما يرتد سلبا أم إيجابا عليها وفق المصلحة الشخصية. إذن المقارنة هون ما بتجوز، المقاربة بتجوز بطريقة معينة، أنه على رئيس الجمهورية بما يملك من صلاحيات متواضعة أن يدعمها بهيبته بمصداقيته بواقعيته، وبعتقد الواقعية والمصداقية بتحرج أي طرف آخر حتى إذا كان مختلف معك، بصير الاختلاف من الداخل وليس تنظيرا من الخارج. ولكن أنا اليوم ليش بدي مارس بشكل أو بآخر نوع إذا بدك من التجميل بالوقت اللي عارفة أنه ما رح نوصل لمحل؟ إذا الوضوح هو موقف، وسليمان فرنجية إذا وصل بيوصل من موقف وليس من توافق أو لموقف، هون الفرق بيصير. يعني هل كل الصفات السابقة تنطبق على الرئيس ميشيل سليمان من عدم الوضوح إلى عدم الهيبة إلى كل انقلب على توافقيته؟ مزبوط أو لا؟ لأنه صار طرف، ومش أنا اللي عم بقول أو غيري اللي عم بيقول، هو قالها بشكل واضح وصريح، أنا لم أعد حكما، أنا نعم أنا اليوم طرف. إذن كطرف بده يكون متوقع لأنه تغيرت الظروف كمان. يعني بال2008 ما كان حزب الله يحارب في سوريا، اليوم حزب الله يقاتل في سوريا إلى جانب النظام. حتى الظروف التي أتت بالرئيس ميشيل سليمان كلها تغيرت، فما معقول كمان هو يبقى على موقفه بما في قوة النظام. يعني أنا بتحفظ، يعني نادرا ما استخدم مصطلح النظام لأنه بتطلع إلى سوريا كسوريا دولة، ولكن كمان ربما تبدل ظروف النظام الذي ساهم بشكل أساس بوصول فخامته إلى السدة الرئاسي خليه كمان يبدل. فبالتالي هذه التبدلات مما لا شك فيه تنعكس ضعفا وهزالا على أي شخصية. مش أنا عم بقول بس على فخامة الرئيس، من هون أنت حتى كأعلامية بتصيري عم تطلعي أنه كنا عم نتعاطى لنقول مع رئيس جمهورية وصل إلى السدة الرئاسي وفق تقاطع دولي أمريكي السعودي سوري وتحديدا مصري لأنه كان عندها كبير تأثير. وشوفي اليوم الانتخابات الرئاسية نفسها بذات التوقيت بين مصر وبلبنان. فبالتالي على هذا الرئيس الذي وصل إلى سدة الرئاسي وفق هذا التوافق أن لا ينسى هذا التوافق وفضل كل هذه الدول التي توافقت عليه وفضل أطراف الداخل التي ارتضت مرغمة بالتوافق لحتى يوصل. مين أرغمكم وقتها؟ مين أرغمكم أنكم ترتضوا السوري؟ التوافق الدولي لا. أول شيء نحن ما حدا بيرغمنا، وأنت بتعرفي تماما هيدا الموضوع، بس نحن ممنوع عائق بوجه أي توافق دولي، لأنه بالنهاية ساعة اللي الدول تجمع على محطة مفصلية معينة زمنية لابد إذن من رسم صورة لرئيس الجمهورية، وهنا تسجل للعماد ميشيل عون اللي كان صاحب الحظ الأكبر والحق الأكبر بالوصول إلى السدة الرئاسي أنه كمان ارتضى
بمنعطف دولي كان كتير حساس بوصول فخامة الرئيس ميشيل سليمان. أنا عم بقول هذا الموضوع لأنه فخامته بآخر تصريح لإله قال إنه خلصنا بقى من عهد الوصايات وعهد المتصرفية ويجب الوصول برئيس يعني صنع في لبنان. عن جد هزلت. ايضا رح شير الى وصول الرئيس بري والرئيس تمام سلام الى قصر بعبدة للمشاركه في الحوار. يعني كنا متوقعين ما يوصل يعني دولة الرئيس سلام اساسا مش منطق كمان ما يتم دعوته بوقت في رئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي اللي ايضا كمان لم يعودوا على الشكل التمثيلي اللي كانوا فيه قبل. بهيدا الحديث حضرتك عم بتقولي انه هزلت وانه تغيرت الامور، ممكن هذه الواقعية السياسية التي يتعاطى معها أطراف الحوار اليوم اللي شايفينه طلعوا عب عبدة يمشوا بالتمديد وتبقوا أنتوا بالخارج؟ يعني كأنه اليوم كمان بيّن أنه مين الأشخاص اللي إذا أخذوا موقف أخذوا علناً وقاطعوا مثلكم وسائر الأفريقاء، ومين الأشخاص اللي مستعدين أنه يدلوا ماشيين بالواقعية السياسية القائمة؟ أول شيء إذا صارت الواقعية نحن ننتهجها، لأنه أنت لما بتتعاطي مع طاولة حوار من هي سلفاً إذن أنت الواقعية، والبعض الآخرين تم حتى أقول كل الآخرين يتوهمون أمراً ما. إذن نحن خارج الوهم، نحن بالإطار الواقعي بالتعاطي مع طاولة الحوار. أما إذا بدهم يمشوا بالتمديد يعني بعد يقرأ فيها تعويم أنه اليوم الرئيس عم بيقول للعالم أنا قادر أجمع الأطراف المتخاصمة فقد يكون الحل بالتمديد. إذا كان قادرا لماذا لم يجمع الأطراف المتخاصمة؟ وإذا أنا ما بدي أحكي عن فريقنا السياسي إن كان من حزب الله مردا أو ميسوري اجتماعي أم المير طلال إرسلان، إذا ما بدي أحكي موضوع القوات اللبنانية اللي حاملين المبخرة صبح وظهر وعشية وبيبخروا لفخامة الرئيس اللي ما وصل مثله إلى سدة الرئاسة، علما أنه ما في شيء من الكلام من قال بحق فخامته أول 3 سنين. هلأ أوكي طيب تغيرت الظروف بتقولي لي وتغير التعاطي أنا معك، إذن لماذا أيضا المقاطعة من القوات اللبنانية؟ إذن مين قدر جمع اليوم فخامة الرئيس؟ أنه شو هالزجل الأحادي الجانب بطريقة أو بأخرى؟ ولما كمان بنحكي عن الحرص على الوحدة الوطنية والحرص على المصلحة الوطنية، بدك تقولي لي كيف يجوز إذن للحاضرين، مع أنه أنا بعرف تماما وبطليعتهم الرئيس الصديق نبيه بري ما بيمشي بالتمديد، وحتى النائب وليد جنبلاط الذي يعني بهالفترة واضحة معالم خريطته اللي رسمها لحاله ما رح يمشوا بالتمديد، ولكن لح نحط هيدي الفرضية اللي بيحكي بالوحدة الوطنية ما بيضرب جوهر الوحدة بطاولة حوار فاقد نصابة ليشتغل للتمديد، علما أنه الثنائي اللي بشرنا بالتمديد واللي هن المملكة العربية السعودية وفرنسا بعتقد الثنائي اليوم يعالج مشكلاته الداخلية من انتقال السلطة داخل المملكة العربية السعودية استباقا ربما لوصول النار إلى داخل المملكة، والهزيمة اللي مني فيها واللي خبرتنا عليها من شوي زميلتك كلارا أولاند بكل الانتخابات والأحصاءات داخل فرنسا، إذن هناك دول بشرت بالتمديد هي اليوم مأزومة من داخل بدو مين يخلصها. رح أرجع لزميلتي كلارا حتى ما نطرة كتير، يبدو أنه بعد في تأخير بوصول أقطاب أو من تبقى من أقطاب الحوار. ننتقل إليك كلارا والصحف. شكرا نانسي. معظم الصحف تتحدث اليوم طبعا عن طاولات الحوار وتمثيلها وأيضا عن الأوضاع الأمنية في طرابلس تحديدا، واخترنا من السفير ما كتبته ملاك عقيل وتقول فيه بوضوح كامل أراد تيار المستقبل أن يستفيد من فرصة كسر الحواجز، فسلك بند تحويل فرع المعلومات إلى شعبة طريقه إلى بعبدة منطلقا على الأرجح من واقع كونه بات شريكا أساسيا مع الأجهزة الأخرى في مواجهة الإرهابيين، وبالتالي هو بحاجة لتحرير الجهاز الأمني المحسوب عليه من عقدة لا قانونية وضعه الحالي. تضيف ملاك عقيل لكن لحزب الله هواجسه، ويبدو أن النائب وليد جنبلاط نفسه متوجس من هذه الخطوة، فالمعلومات تفيد بأن رئيس جبهة النضال الوطني كما حزب الله يرغب بدرس متأنن للخطوة ولكيفية توزيع الصلاحيات، فتحويل الفرع إلى شعبة سيأخذ من صلاحيات الشرطة القضائية
الجهاز الوحيد الذي يرأسه أعلى ضابط درزي في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، وهو حاليا العميد ناجي المصري. كما لدى فريق 8 أذار مخاوف فعلية من أن تقدم الشعبة من صلاحيات مخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة. تضيف ملاك عقيل: ينفي وزير الداخلية نهاد المشنوق هذا الواقع، مشيرا إلى أن قوننة عمل الشعبة لن يؤدي إلى قضم الصلاحيات من الأجهزة الأخرى. ويشير المشنوق في هذا السياق إلى أن المسألة هي أولا سياسية وليست تقنية، تتعلق بالصيغة القانونية الواجب اعتمادها، كون هذه المسألة تعكس جزءا من الخلاف السياسي القائم مع الفريق الآخر. ولفت إلى أن هذا البند سيقر بالنهاية بهدوء وبالتفاهم، لأن ليس هناك من مشكلة. لا يكون متوقعا أن يقوم فريق العماد ميشيل عون مجددا بإطلاق حملته ضد الجهاز غير القانوني التابع لتيار المستقبل كما وصفه عون سابقا. ولا تبني حزب الله علنا وبشكل مباشر مشروع تحجيمه. العونيون حيدوا أنفسهم بالكامل عن هذه المواجهة، أما الحرب الباردة فتحكم تعاطي الحزب وتيار المستقبل مع مسألة توسيع نفوذ فرع المعلومات. وبالتالي فإن تحويل فرع المعلومات إلى شعبة يحتاج إلى مرسوم، كما يحتاج إلى قانون يقر في مجلس النواب لتحديد التعديلات التي طرأت على الملاك والهيكلية. ولا يمكن المعلومات أن تعمل بشكل قانوني بعدة الشعبة إلا بعد تعديل القانون 17. هذا في القانون، أما في السياسة فهنا لب المشكلة. أيضا في السفير كتب من طرابلس غسان ريفي إلى أنه من المفترض أن تنطلق الخطة الأمنية في طرابلس اعتبارا من اليوم، بعدما اكتملت الاستعدادات اللوجستية والتقنية للوحدات العسكرية الموجودة أصلا في المدينة، وتلك التي تم استخدامها مع كامل عديدها وعتادها خلال الساعات 48 الماضية. وترجح هذه الأوساط أن تكون إحدى قنوات الاتصال السعودية السورية قد توصلت إلى اتفاق يقضي بتجنيب طرابلس التوترات وإقفال صندوق البريد الناري فيها. وقد ترجم ذلك ببقاء علي عيد في سوريا، حيث يخضع للعلاج في أحد مستشفيات طرطوس، ورسم علامات استفهام كثيرة عن مكان وجود رفعت عيد الذي غادر جبل محسن فجر يوم السبت، وكذلك عدد من المقربين منه. من الأخبار اخترنا مقال كتبه إبراهيم الأمين تحت عنوان خطة المستقبل مزيد من العداء لحزب الله. يقول إبراهيم الأمين: يردد ناشطون في المستقبل أن دورة العمل انطلقت، وأن خلية تضم أحمد الحريري وريفي تعمل على إعداد خطط تشمل كل لبنان، وأن الهدف يتركز على أمرين: استعادة زمام المبادرة في الشارع السني بما في ذلك الضغط لاحتواء الجماعات الإسلامية، وتكثيف الحملة على حزب الله وحلفائه من السنة خصوصا. وفي هذا السياق يجري العمل على الآتي بحسب إبراهيم الأمين: أولا، رفع الغطاء عن التيارات المتشددة التي تتبع مرجعيات سياسية وأمنية ومالية غير المستقبل والسعودية، وهو أمر يجري من خلال استمالة من يمكن استمالته من رجال دين ومجموعات متفرقة ومحاصرة الآخرين ودفع الجيش إلى مواجهتهم. ثانيا، العمل على استعادة دار الفتوى كرمز يحتاجه أي فريق يريد رئاسة الحكومة والتمثيل الرسمي للسنة. وفي هذا السياق يقول إبراهيم الأمين: تولى نادر الحريري الحوار مباشرة مع مفتي محمد رشيد قباني عبر نجله راغب لإعداد أوراق عمل لتحقيق مصالحة لا تطيح المفتي وتعيد المستقبل مرجعية سياسية للدار. ثالثا، تنشيط القواعد المتشنجة للتيار في بعض المناطق بغية الحقول دون أي ترددات سلبية لما جرى في الشمال والبقاع، ربطا بتطورات الأزمة السورية. وهناك تقديرات عالية بأن هجوم أنصار المستقبل على مجموعة شاكر البرجاوي قرب المدينة الرياضية جاء في سياق الضربات الاستباقية وسط مخاوف المستقبل من محاولات حزب الله للدخول إلى مناطق نفوذه التقليدية في بيروت وضواحيها. رابعا، استعادة وحدة المستقبل وتثبيت زعامة الشارع السني يتيحان العودة للإمساك بكل قوى 14 أذار بطريقة مختلفة، إذ أن الحريري غير مرتاح إلى آليات عمل حليفيه الرئيسيين الكتائب والقوات اللبنانية. يشير إبراهيم الأمين إلى أن ثمة في محيط الحريري ما ينصحه بالانفتاح على بكركي وإقامة علاقة قوية بالبطريرك بشار الراعي من دون التوقف عند ملاحظات حلفائه المسيحيين في 14 أذار حول سلوك بكركي. في السياق نفسه يطلب من اللواء ريفي دور سياسي أمني برغم فشله في محاولة إقناع مسؤولين سعوديين بارزين قبل نحو 3 أسابيع بأن حزب الله على وشك القيام ب7 أيار جديد في كل لبنان، إلا أنه عاد للعمل على خطة من شقين:
الأول يتعلق بتعزيز فرع المعلومات والضغط لتحويل شعبة كاملة الصلاحيات وتعزيزها بشريا وماليا، وبالتالي تحويل المعلومات إلى قوة ضاربة قادرة على مواجهة نفوذ الجيش من جهة ونفوذ حزب الله من جهة ثانية. ويبدو أن محاولة الوزير المشنوق ضبط آليات العمل والتواصل داخل قوى الأمن ستكون صعبة، خصوصا إذا ما حظي ضباط كبار داخل قوى الأمن من بينهم عماد عثمان بغطاء من الرئيس الحريري للتصرف من دون العودة إلى الوزير. في النهار وتحديدا ما كتبته سابينا عويس، وفي مقتطفات مما كتبته تقول فيما يزخر الأسبوع الطالع بجملة من المحطات الحافلة بالتحديات السياسية والنقابية: يبقى الهم الأمني الهاجس الأول الذي يشغل بال رئيس الحكومة تمام سلام على ما كشف أمام النهار أمس في دردشة على هامش استقباله وهبوط شعبية ونقابية حملت همومها ومطالبها إليه. نفى سلام مشاركته في أي اتصالات في شأن جلسة اليوم. الصورة التي ترتسم أشر لاستبعاد انعقاد الجلسة من دون أن يعني ذلك إلغائها بحسب المعلومات المتوافرة، نظرا إلى الصور أيضا التي ترد الآن مباشرة، فإن المعلومات النهار التوجه سيكون نحو إبقاء الجلسة كما نرى في موعدها وانتظار حضور الأركان الذين أكدوا مشاركتهم والاستعادة عن الجلسة بلقاءات تشاورية في شأن الاستحقاقات المطروحة ولا سيما الاستحقاق الرئاسي، والتقاط بعض الصور على ما كشف مرجع سياسي بارز في 14 آذار. في اللواء وتحديدا عن الخطة الأمنية في طرابلس، كشفت معلومات للواء أن غالبية قادة المحاور في التبيني وجبل محسن غادروا المدينة بعد نشر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهم من المطلوبين الذين صدرت بحقهم استنابات قضائية، ويبلغ عددهم 74 شخص. ومن بين الذين غادروا المدينة أيضا الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد ووالده علي، وتردد أن الأخير موجود حاليا في سوريا بينما الأول تمكن من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما توفرت لديه إقامة دائمة. مشاهدينا نتابع وصول رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى جلسة الحوار الآن، وكان قد وصل أقطاب طاولة الحوار الذين حضروا ولم يقاطعوا طبعا، كما كنا نشاهد بينما كنت أقرأ الصحف وصل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط، الوزير الياس المر، الوزير السابق النائب العماد ميشيل عون. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من الصحف ونعود إلى زميلة نانسي السبع وضيفتها وطبعا جلسة الحوار. شكرا كلارا. إذا كما ذكرت كلارا، دخل رئيس العماد ميشيل سليمان إلى قاعة التئام هيئة الحوار حيث سيرأس هذه الجلسة التي من المفترض أن تكون الأخيرة في عهده في القصر الرئاسي، وكما نشاهد بعض المشاورات الجانبية قبل التئام هيئة الحوار. سيد فيرا، قال الرئيس سليمان انه اللي ما انضموا الى طاوله الحوار ممكن انه يجوا بالجلسات المقبله انه ينضموا. عم بتقولي الجلسه الاخيره، ضحكت لانه تذكرت اللي قاله فخامته انه بتمنى على اللي قاطعوا اليوم ينضموا الى الجلسات المقبله. ممكن تنضموا الى الجلسات المقبله؟ ما بعرف شو قصده بالمقبله، يعني هو مستمر بقاء وحضورا، يعني ما شفتي دائما معناتها الباطن بلحظه بيطلع وبيتظهر بطريقة معينة. بركي قصده أن تتحول مثلا هذه الهيئة إلى اجتماعات ربما أسبوعية، وذلك لأنه عم ينحكى أنه أحد أبرز المواضيع اليوم هو الاستحقاق الرئاسي أيضا من ضمن المواضيع التي ستبحث بين القاضي. إذا بدها تتحول أسبوعية، أنا بعتقد التوك شو السياسي بالبلد بيتوقف بهيدا النهار لأنه يصاب بالملل وبيخشب يعني الحوار، فبالتالي أكيد مش هيدا المطلوب. أنا برأيي إذا تحولت لطاولة لمناقشة الاستحقاق الرئاسي ما بتنضموا إليها؟ أول شيء السؤال بينطرح لما دعا سيدنا البطريرك الراعي إلى لقاء الأقطاب الموارني، كمان هذا السؤال بينطرح عن اللي تغيب وبحجة أمنية على درب بكركي، علما أنه الشهادة على درب بكركي ولا الوصول إلى أي موقع آخر، وعرفنا أنه كان فيه
أكثر من موعد كانوا حاضرين فيه. فمشان هيك أنا عم بقول لك القصة ما بتتوقف فقط على طاولة الحوار بقدر ما بتتوقف على قراءة كل طرف للمطلوب وطنيا بهالفترة. اليوم في حكومة المصلحة الوطنية، برأيي علينا جميعا واجب أنه نقوي هذه الحكومة اللي إجت بمرحلة مفصلية وبمرحلة انتقالية لنهيئ الأجواء السليمة لانتخاب الرئيس المقبل بطريقة دستورية وبتعبر عن تطلعات وأماني الناس. إذن اليوم هناك نصب أعيننا جميعا هدف واضح، وهو الوصول إلى يعني إذا بدك الزمن الدستوري لانتخاب رئيس جمهورية للبنان. بالحديث عن هذا الأمر باجتماع بكركي الأخير، هل وضع كل تحديدا الرئيس أمين الجميل، العماد بشار العون والوزير سليمان الفرنجي، هل وضعوا ترشيحات بعهدة سيد بكركي؟ لا، يعني إذا بدك كان البيان اللي صدر عن بكركي وعن سيد الصرح واضح إلى أنه اليوم بس التصريح الذي تلاها حول الأسئلة أنه توافقوا الأقطاب الثلاثة اللي حضروا على ضرورة أنه نوصل بلبنان إلى رئيس وازن ويمثل وطالع من مكون شعب كبير لحتى هذه الطائفة ومعها لبنان يرجعوا يستعيدوا بعضا من نفس، وما نضل نقول انه ليش رئاسة الجمهورية غير رئاسة مجلس الوزراء وغير رئاسة مجلس النواب، يعني وهذا حق مشروع انه اليوم نوصل الى انتخاب رئيس جمهورية يمثل شريحة كتير كبيرة من المسيحيين وبالتالي من اللبنانيين لحتى ترجع هذه الكرسي. يعني أسقطوا فكرة الرئيس التوافقي في بكركي فينا نقول؟ إيه طبعا، يعني أول شيء سيدنا بكل تصريحاته واضح وصريح إلى ضرورة وصول رئيس يمثل ووازن، وبعتقد كمان الأقطاب الثلاثة واضحين وصريحين بتصريحاتهم. أنا عم بقول الأقطاب الثلاثة باعتبار أنهم حضروا، مش أنه عم بغيب أو يعني عم بحاول أنه ما أذكر الرابع. بس رح يصير في توافق معين تحديدا بين العماد مشار عون والوزير سليمان فرنجية في حال تم الوصول إلى الانتخابات؟ رح يحصل في توافق، التوافق حاصل أساسا على لسان رئيس ما رح يترشح اثنيناتهم، واحد منهم رح يترشح. ليك بالنهاية إمتى وصل رئيس مرشح إلى السلطة الرئاسية؟ يعني في يوصل الرئيس ومش مرشح. مزبوط. يعني مبارح كنا عم نحضر روبورتاج على شاشة الجديد بيخليك يعني يرجع قلبك كبار وتعلي راسك بانتخاب وحيد ويتيم بتاريخ الجمهورية اللبنانية وهو الرئيس الراحل سليمان فرنجية. يعني صوت واحد صوت الشعب، صوت الشعب تماما. يا ريت بترجع تتكرر هذه التجربة البرلمانية العريقة لحتى هيك نستعيد بعضا من حضارتنا بالمعنى الفعلي من خلال المؤسسات الدستورية. فأنه بالتالي يعني ميشيل سليمان فخامة الرئيس وصل إلى سلطة الرئاسة كمرشح؟ لا، كيف لم يكن مرشح أساسا، كان حتى صار ما صار تعديل دستوري. هي يعني اللي عم بقول لك، فبالتالي أنه مش هو الترشيح، المرشح على لسان الأقطاب أن يكون فعلا وازن ويمثل لحتى ننقذ الكرسي وننقذ الطائفة ومعها لبنان. لأنه أنت لما بتكوني عم تنقذي طائفة من مكونات بالبلد بتكوني عم تنقذي كل البلد، مش عم تحكي بالمعنى الطائفي، وهذا معروف عنا نحن ولا مرة حكينا بلسان طائفي، ولكن اللا طائفية لا تعني إلغاء طائفة وهي مكون أساسي بالبلد. بس ليش اليوم بده يعلن الوزير سليمان فرنجية ترشيحه بوقت معلوم بأنه العماد مشعل عون هو المرشح على أوفر حدا؟ قلتلك هو ما أعلن ترشيحه. ليش بده يكون يعني من ضمن بكاء الرؤساء المطروحين؟ ليش ما قعد على جنب بهذه الفترة تاركا المجال للعماد مشعل عون؟ بس بدي أقولك شغلي، اليوم في ظروف مثل ما قال سليمان فرنجية بآخر لقاء له، في ظروف اليوم بترسم شخصية الرئيس. نحن كمرضى واضحين وصريحين، كل شيء وحظوظ الجنرال عون هي المتقدمة نحن معه وحده وداعمينه ومنشوف أنه من حقه يوصل، ولكن لسبب أو لآخر لتبدلات معينة لوقائع معينة تراجعت، وما سمح الله إن شاء الله لا يا رب، تراجعت حظوظ العماد عون إلى درجة كبيرة،
فبالتالي مش من حقنا هو هيدا السؤال. مش من حقنا نكون زاهدين ومن حق شعبنا علينا يطالبنا انه بعدم الزهد. شو التبدل الذي قد يعني يطيح بحظوظ العماد مشعل عون ما بعرف ويعني يعني ليخلفوا انه ما بقدر انا اذا بدك اقول لك ارسم بس انت بتعرفي هيدا البلد شو اللي بيصير هيدا ممكن انه هيدا البلد مش مفتوح على كل الاحتمالات. كل الظروف ما ممكن تتبدل بين ليلة وضحاها وتستجد ظروف مختلفة تماماً. أنا برجع منقول منذكر بمؤتمر الدحوحة بأحداث نهر البارد باستشهاد فرانسوا الحج وصولاً إلى وصول الرئيس ميشيل سليمان إلى السدة الرئاسة. مين كان عارف أنه في احتمال تنرسم وقائع مثل هاي وتتبدل الظروف بالطريقة الدراماتيكية؟ كنت بجاوة أنه فرانسوا الحج رئيس جمهورية بوقتها شهيد؟ لا أنا اللي أنا عم بقلك أنه انرسمت معالم معينة أدت إلى مؤتمر الدوحة فضرورة التوافق على الرئيس ميشيل سليمان للوصول إلى السدة الرئاسي. مين كان راسم هالسيناريو نانسي بوقتها؟ يعني انتم اليوم اذا حطيتوا بظرف مشابه لا سمح الله بكل التطورات بس بظرف يلزم الاطراف بالذهاب الى التوافق تقبلوا فيه ولا كمان تتمردوا عليه؟ التوافق اذا حطيتوا بظرف يلزمكم بالوصول الى رئيس توافقي مجددا. انا برايي انه ما بقى يحق لنا هالقد نحبط حالنا ونحبط ناسنا ونحبط اللبنانيين بهيدي الطريقه. اليوم انت طالعه من ظروف مختلفة، من إعادة رسم شيء من التوازن الدولي، من عالم مقسوم إلى محورين وإلى مشروعين بالتالي، فعلينا الاستفادة قدر الإمكان من هذا الأمر وإيصال رئيس جمهورية يمثل. وكمان بدنا نكون واضحين وصريحين، موقف بكركي اليوم يختلف تماما عن موقف بكركي بالسابق اللي قدمت بوقتها 7 مرشحين مزبوط. توافقيين واحترقت الورقة واحترقت معها كل الأسماء بما ارتد سلبا على الرئيس وعلى موقع الرئاسة. أنا بعتقد اليوم سيدنا الراعي استدرك هذا الخطأ كي لا أقول هذه الخطيئة، لم يسمي مرشحا ولم يعني إذا بدك يعتمد ورقة. الورقة اللي اعتمدها هي اللي توافقوا عليها الأقطاب بضرورة وصول رئيس قوي يمثل. القوي هو الذي يمثل، مش مثل ما عم بيتزاكى بعض الآخرين بتفسير معنى القوي. القوي بشعبه، القوي برصيده، والقوي بمصداقيته. هل الرئيس القوي قد يكون قائد جيش؟ هل الرئيس القوي عليه أن يعبر عبر قصر المهاجرين في سوريا؟ بعد فاصل إعلان صغير. مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين. ست فيرا، بالدخول الى الرئيس المقبل كنا عم نحكي، هل انتم مع وصول قائد الجيش العماد جان أهوجي الى سدة الرئاسة؟ يعني اليوم الجيش بالاستهداف الاخير وبكل الاستهدافات السابقة وللاسف قد يكون هناك لاحقة، يبدو بأنه هو الجامع، هو القوي، هو الوحيد القادر اليوم على دخول كل الزواريب اللبنانية. أنتم مع وصول وإعادة تكرار تجربة العماد ميشيل سليمان؟ بمعزل عن موقفنا الإيجابي من العماد أهوجي اللي من كان له كل احترام وعنا من الثقة فيه، وهذا تبين وقت التمديد للجنرال الأهوجي. بس المعروف يعني أنا إذا بدك سبقنا البريك بتحديد مفهوم القوي استدراكا لسؤال مشابه. القوي هو الذي يمثل شعبيا، هذا اللي عم بقوله أنا، اللي عنده بس كتلة ما بيمثل شعبيا أصدقون نيابيا طبعا يعني الوازن شعبيا. هلأ ليك مرات في أسماء تنقول تبقى ناتر كل الناس بتحبها، تجي على صناديق الاقتراع الناس ما بتصوت لها. في فرق كتير كبير بين انه في ناس عندها كاريزما وعندها صورة رأي ومرتبة كل الناس بيسنوا عليها، بس الثناء شيء والاقتراع شيء آخر. مشان هيك أنا وصفت الرئيس القوي بأنه الرئيس الوازن شعبيا، ولحتى يقدر ياخد شرعيته من شعبيته. ما نحن منقول أنه الشعب هو مصدر السلطة، طيب إذا أنت أخذي سلطتك من شعبيتك ساعتها حسابك كمان أو التعاطي معك إذا كان حدا معارض بيكون أقصى
وأنجع وأفضل. تستبعد أن يتم تكرار هذه التجربة؟ يعني مشان هيك أنا عم بقول لك الرئيس القوي هو اللي طالع من مكون شعبي على مقال غبطة البطريرك الراعي، اللي طالع من مكون شعبي بيقدر ينال ثقة أكبر، والتعاطي معه حتى ولو كان قلت لك من زاوية معارضة بيكون أفضل. بس اليوم في رأي بيقول أنه التحديد قلتي أو حتى من أسر المهاجرين رح تابع يعني. بس أنه الثنائي جنبلاط بري ما منه مع رئيس من زعامات من الزعامة المسيحية. ليش امتى اعلنوا هيك؟ عم بينقال انه موقفهم هو يذهب اكثر الى الرئيس الذي يخرج عن هذه الزعامات، وانه بكفي اعباء للمسيحيين بحسب ما يقال، انه جربون بكثير مراحل. اول شيء مع احترامي لهذا الكلام، المسيحيون ادرى باعبائهم من هذا، لنكون واضحين بهالمجال. أما بالنسبة لنائب وليد جنبلاط ما بقدر إذا بدك أخذ على عاطئي وضح أو فسر. أما بالنسبة للرئيس نبيه بري فلم يكن ولم يقل يوما إلا كلمة. عشو بيتفقوا المسيحيين نحن بنمشي معهم، وإن يعني الأمس بعد ذاكرتنا يعني طري فيه بموضوع اللقاء الأرثوذكسي، قانون اللقاء الأرثوذكسي اللي معروف أنه الرئيس بري أو حتى حزب الله ما كانوا معه، وقبله بقانون الستين، وقبله باتفاق الدوحة. يعني أنا بعتقد التجارب معهم بتدل على الثقة التامة فيهم، لأنه كل مرة بيقولوا على شو بيتفقوا المسيحيين نحن بنمشي معهم. هذا الكلام بدل إذا اتفقوا المسيحيين على ضرورة إيصال رئيس قوي، فطبعا الرئيس نبيه بري هو مع الاتفاق مثلا المسيحي. أنتم والتيار الوطني الحر على إيصال أمين الجميل إلى سدة الرئيس، مش حصعب لكم دكتور سمير شعرة؟ يعني شو بتتفقوا على شي آخر؟ أول شيء نحن معروف أنه بفريقنا السياسي مفروض يكون عندنا مرشح نتعاطى مع الآخر بالاعتراف فيه، بس أنه نمشي فيه أكيد لا، لأنه مثل ما قلت لك الكرة الأرضية كلها مش لبنان، الكرة الأرضية كلها ولبنان انعكاس وجزء من هذا المشهد الدولي منقسم إلى محورين، نحن بناسبنا يوصل رئيس من محورنا ما هي؟ بس بذات الوقت إذا المحور الآخر انتصر وانعكس هذا الانتصار داخل المجلس النيابي، بنتقل كفريق إلى الضفة المعارضة من دون ما ألغي الآخر، لأنه نحن دايما سياستنا استيعابية، سياستنا قبول الآخر، سياستنا الاعتراف بالآخر، هذا اللي عم نقوله. بس نمشي بالآخر؟ أكيد لا. هل الرئيس القوي لابد أن يعبر من قصر المهاجرين؟ قلت لك لما بيكون الرئيس القوي عابر، يعني إذا بدك عابر من شعبيته قصر المهاجرين، لابد إلا وأن يبارك للبنان رئيسا طالعا من شعبيته، لأنه ما برأيي يعني لا أسر المهاجرين ولا غيره طامح بتركيب شخصية بشكل أو بآخر، لأنه الرئيس القوي كمان بيعطي اطمئنان للدولة الجارة. يعني ما بقى في إلا دور سوريا مباشر بالانتخابات، الرئيس القوي بيطبق اتفاق الطائف وما بيجعل لبنان ممر ومقر لحتى ينقلب سلبا على الداخل اللبناني وعلى داخل الدولة الجارة. يعني اليوم سوريا ما إلا دولة بالانتخابات، دولة جارة لأنه المعنى إلا دولة واحدة جارة. نعم. فيما الآخر كيان صهيوني غاصب. نعم. بهذا الكلام سوريا يعني ما بقى إلا دور بالانتخابات الرئاسية؟ سوريا ولا مرة إلا إلا دور، ولكنها ليست صاحبة الدور، لأنه إذا الدور الوحيد بالمعنى، لأنه إذا كمان بنرجع بالذكرى لورا من يوم اللي طلعوا السوريين من لبنان، الرئيس الدكتور بشار الأسد كان واضح إلى ضرورة إعطاء المساحة الكاملة للداخل اللبناني لحتى هو يقرر. وكلنا بنتذكر باتفاق الدوحة لما كان في بعض الملاحظات السورية من وزير الخارجية الله يشفيه الصديق وليد المعلم، الرئيس الأسد كان واضح ما يقرره اللبنانيون، بس كان بمباركة مباشرة. تتذكري وقت المبادرة الفرنسية حاولوا بطريقة أو بأخرى أنه يصير نوع من عرقلة الموضوع في الدوحة، وسوريا لم تقف. بس سوريا عائقة. كانت ناخب أساسي للرئيس ميشيل سليمان. طبعا لأن سوريا دولة وزنة بالمنطقة رانسي، ودولة مقررة. سوريا من بعد 3 سنين وعلى أعتاب السنة الرابعة لا يزال ينظر إليها كجزء أساسي من أي توافق دولي. اليوم لما بينحكى باللوس أنجلوس تايمز اليوم في كلام عن أنه 4 سنين تبين أنه الرئيس الأسد قوي، الجيش السوري قوي، وسوريا لاعب أساسي في المنطقة. بالأمس القريب قبل ما تترك وزارة الخارجية إلى كلينتون قال لما بدنا نحن
نرسم أي قرار لابد من الأخذ بعين الاعتبار قرارات دول وزن بالمنطقة بطلعتها إيران مصر وسوريا، أن سوريا دولة استراتيجية. حب البعض يعترف بهالشيء أم ما حب يقرأ هيدا الموضوع أم لا، نحن نختلف عن غيرنا مثل ما قلت لك بواقعيتنا يعني لليوم الواقعية. سوريا ما زالت اليوم إذا اليوم ليك أنا بدي أقول لك شغلة، اليوم إذا صار شيء حوار سعودي إيراني، إيران ما بدي أقول السعودية لأن السعودية رح ترجع كمان تسقط من حسابها الواقع السوري؟ أكيد لا. اليوم إذا في حوار روسي أمريكي، روسيا بتسقط من حسابها إذا ما بدي أقول أمريكا الواقع السوري؟ أكيد لا. فإذا اليوم إذا منروح إلى نوع من تسوية دولية تلقائيا وأوتوماتيكيا أنت بتقولي كمحترفة إعلامية بتقولي لكان هناك تقاطع روسي أمريكي سعودي إيراني سوري بالمنطقة تلقائيا. أيضا هل اليوم نحن على أعتاب فراغ؟ يعني كل الحديث عن الرئاسة نعم. لكن بواقعية نعم. الفراغ أقرب من الانتخابات اليوم إذا بكرة كبير. إذا بكرة الـ 25 أيار إن شاء الله لا نحن عم نسعى للأ، ولكن إذا كان في احتمال فراغ ممكن نوصل لفراغ. مش أول مرة، ما دايما نحن نلعب على ذاكرة اللبنانيين، مش أول مرة أكيد نوصل مش أول مرة إلى فراغ. 2008 نحن أساسا الرئيس سليمان استلمها من الفراغ، ما هي عم بقول لك يعني أكثر من مرة وصلنا إلى فراغ. الفراغ بيدفع إلى تسوية معينة، التسوية بتدفع إلى إحداث أحدث 7 أيار. بالفراغ صار في 7 أيار، يعني في شبه تقاتل مذهبي كان قائم بلبنان. اليوم إذا وصلنا لفراغ كمان الكل يخاف من هذا الأمر. أنا بدي أقول لك اللي خلى يصير 7 أيار مش هي الظروف ذاتها اليوم اللي ممكن تخلي 7 أيار تانية. يعني نتذكر من شوي كنت عم بتقولي أنه النائب وليد جملاط اليوم بالموقع يختلف تماما عما كان عليه بالأمس. بالأمس لما صار في 5 أيار اللي وصل إلى 7 أيار، اليوم جزء أساس من العاملين على خط 5 أيار مش موجودين لحتى نفضي إلى 7 أيار جديد، وإن شاء الله ما يصير هيدا الموضوع. فمشان هيك أنا عم بقلك اليوم الظروف تبدلت، وسبعة أيار اللي صار قبل ما كان في توازن دولي، ما كان في قمة العشرين، ما كان في بوتين فايت إلى قمة العشرين وحيد بيطلع منها أوباما هو اللي وحيد، تبدلت الموازين الدولية والإقليمية. نحن اليوم على أعتاب استعادة النفس الناصري في مصر، وبعتقد هيدا بده ينعكس إيجابا على الشارع السني على مختلف الخريطة العالم العربي، واللي انتبهنا بمقالة إبراهيم الأمين بالأخبار. النفس الناصري لابد وأن يعيد الطائفة السنية الكريمة اللي تلمزنا كلنا على حب العروبة من خلالها ومن خلال وجوهها ورموزها. كل هيدا الأمر من شأنه يتبدل، حتى الانتخابات البلدية بتركيا اللي اعتبروا أنه أردوغان انتصر، أردوغان ربح ولم ينتصر، هناك تراجع ملحوظ. والانتخابات البلدية غير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنا هون بس بدي أفتح هلالين لضرورة التركيز على أزمير القلعة العلمانية في تركيا اللي كان مراهن عليها ومتشاطر فيها الرجب طيب أردوغان، كان عنده هزيمة مدوية بأزمير. الانتخابات تقرأ إذا بدك بطريقة واضحة ومجزأة، وما بدنا ناخدها بالجملة. أيضا من ضمن العناوين اليوم في انتخابات كمان نيابية بلبنان بال 2014 مفروض. الوزير سليمان فرنجية لم يكن مرشح، رشح توني فرنجية. طيب إذا لم يكن رئيسا هل سيعيد يعني ترشيح نفسه للانتخابات؟ هو يعني مرشح توني لأنه على أساس رأي على درب الرئاسة؟ بعد هيك قرأ أبدا. يعني سليمان فرنجي لما فات إلى الندوة البرلمانية كأصغر نايب كان برأيه مؤمن بضرورة إعطاء حيوية للمجلس النيابي، واليوم عنده شاب واعد مثل توني فرنجي برأيه كمان من حق البرلمان، من حق الشباب اللي عم بيعينوا من الخوف ومن الهجرة، بيقول لك يمكن اليوم شاب بالبرلمان قادر يلامس هموم الشباب أكثر، قادر يلامس وجع الناس أكثر، وبالنهاية هو مش رح يعتزل العمل السياسي. فهو كان نائبا ووزيرا، وإذا وصل رئيس أم لم يصل هو بكل أحواله وبكل محطاته هو مرجعية.
يعني ليش السيد حسن نصر الله اليوم إذا كان خارج البرلمان النيابي أو مش على سدة رئاسة مجلس النواب مش هو المرجعي الأساس بالوطن؟ العمل السياسي لا يحدد في إطار الموقع الدستوري إذا جاز التعبير، بل هو في العمل السياسي بالبعدين الوطني والاجتماعي، وسليمان فرنجي دائما مرجعي السياسي. أيضا من ضمن أسئلة الناس اللي أيضا يأملون من تيار المردة أخذوا على الوزير فرنجي أنه دخل وعاد ليدخل ابنه بالوراثة السياسية. أنه مين قال ما في شباب وعدين بتيار المردة؟ بالعكس كان الأمل يجب أن يكون بترشيح آخر وليس من أساسا سليمان يعني فرنجي ما رشح توني فرنجي. سليمان فرنجي فتح درب السياسة لتوني فرنجي ومن حق توني فرنجي أنه يترشح، ومش من حقنا نلغيله ترشيحه لأنه ابن سليمان فرنجي. بس لأنه كانت التغيير بيكون بترشيح مردي من التيار، شاب مش من بيت فرنجية أساسا. أنا بس بدي أقول لك شغلة اليوم بغير بهذه المعادلة نانسي. اليوم بالحكومة الحالية في صديقي وخيي روني عريجي وزير للثقافة، مش روني فرنجية. قبلها كان في يوسف سعادي مش مزبوط. يوسف فرنجية. وقبلهم اثنيناتهم كان في بسام يمين مش بسام فرنجية. فبالتالي بس هذا بيكون التعيين من قبل الشخصية السياسية المسؤول السياسي. ليش ما شفناه بعين الاعتبار هذا الموضوع؟ لأنه أن يخلق قاعدة في صغرتها تنتخب لآخر، هذه هي طيب التغيير العقلية. اليوم أنا إذا شارعي بصغرتها الزاوية على أساس قانون الستين عم نحكي، إذا شارع صغرتها الزاوية شايف ضماني في هذا البيت التاريخي، ليش أنا بدي أحرم هيدا الشارع هذه الضمانة وفتش له فقط للديكور أو للتجميل عن أساليب أخرى؟ بينما أنا بقول لك اليوم وإن شاء الله يا رب، ونحن حلمنا وطموحنا بالمردة تحديدا إلى إحداث تغيير في قانون الانتخابات، ويصير في قانون انتخابات على صعيد النسبية، ويصير في عنا مرشحين بمختلف المناطق اللبنانية، علما أنه بالكورة ليش ما كان عنا مرشح كمردة النائب السابق فايز غصن والوزير السابق فايز غصن؟ بعد علاقتكم جيدة، قريت على مواقع التواصل، نحن خلص وقتنا بس نعم. سؤال يعني بعد علاقتكم جيدة ليش صار يعني تم التداول بأنه خلاف كبير وانقطاع؟ أول شيء ما في خلاف كبير، إذا صار في بعض الاختلاف بتفسير بعض الأمور هيدا حق، وهذا بدل على ديمقراطية داخل التيار. وبس بدي أرجع يعني بالذكرى لورا كمان، ما كان عندنا النائب السابق كريم الراسي بعكار، ففي عندنا نحن يعني مرشحين، عندنا نواب سابقين، وإن شاء الله بيكون عندنا مرشحين مستقبليين مع تعديل قانون يعني الانتخابات. تم تسوية الخلاف مع الوزير غصون؟ ما في خلاف، اختلاف. في اختلاف، ما في خلاف، تم تصويبه هذا الاختلاف، انه بالنهايه كل اختلاف بيتم ترتيبه بالبيت الداخلي. فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردة، ومثل ما دائما يعني بيتفائلوا لك خيرا الاعلاميين تحديدا دائما بان تكون وجه المرأة الممثل ليس فقط حبيبتي. في تيار المردة، وانما ممثل فعلا لشريحة كبيرة من هذا المجتمع، لنصف المجتمع. فيرا يمين اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك واهلا وسهلا فيك دائما باستديوهات الجديد حبيبتي. مشاهدينا شكرا لمشاهدتكم، وغدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.